الساعة الآن 8:15. أعمل إيه؟ ما تعملش أي حاجة، جاست تابع مسلسل اجتماعي طريف يجمع بين خالد الصاوي وصابرين. بيت عبد الله الفلاني ده أول ما تدخله تحسوا جواه بجمال وحنية وده فساتين في كل زاوية فيه. ولازم تعرفون من خالد كيف قرر هو صابرين يكونوا مع بعض في أعمل إيه. أظن كان الكلام قبل ما خلص مسلسل الاختيار، كنا بدأنا نتكلم عن مسلسل يكون 45 حلقة بين رمضانين، وكنا اشتغلنا أنا ومدام صابرين في مسلسل قبل كده، فأظن في الوقت ده جات الفكرة إن احنا نعمل عمل يجمعنا مع بعض ويبقى فيه بنات صغيرين بناتنا يعني. مربية بناتي الحمد لله أحسن تربية. أيوه بابا، أنا في الاسم. لكل من لم يبدأ بمشاهدة هذا العمل، تابع معنا شوية معلومات عن دور خالد في هالمسلسل. دوري في المسلسل مهندس صوت. صباح الفل يا باشمهندس. حضرتك بتكلمي المهندس عبد الله الفلاني. مبنى ماسبيرو معروف، كان قبل كده بمبنى التلفزيون العربي أو اتحاد الإذاعة والتلفزيون، مبنى عريق، فالدنيا بتتغير حواليه كتير والسوق بيتغير، بس هو ما بقاش على علم بالتغيرات دي. مراته نظرة في مدرسة وبقت مديرة قد الدنيا، شاد في حصة كيمياء، وعندهم 4 بنات مختلفين تماما، وكل حلقة بنشوف مشكلة أو امتداد لمشكلة في كذا حلقة على حسب من حياتهم يعني. شو ما اتخطفت؟ ايه؟ بنتي اتخطفت؟ مع أن خالد ممثل قوي، ولكن هذا ما يمنع نسأله إذا كانت الشخصيات اللي يلعبها تشبهها شوية أو تختلف عنه. عادة بيبقى فيه حاجات متشابهة بينه وبين أي شخصية بعملها وحاجات مختلفة منها. في شخصيات بيبقى نسبة الاختلاف بينه وبينها كبير جدا، بس ما فيش تطابق يعني، فيش شخصية يتشابه بينه وبينها تام 100%. أنا حضرتك بتكلم عني أنا؟ بما أن أعمل إيه يتكلم عن العائلة، فلتس ميك فلاش باك على طفولة خالد. أكيد It was cool. لا كنت متطلب المشاغبين للأسف، لأن كنت متمرد جدا يعني، كنت بحب السلطة التي لا تناقش، ولا أقدر برضو أؤكد على أنها عيب، بس لأنها في نفس الوقت ما كانش في حد بيسمع ليا. عادة كنت بطلب الحاجة الأول بذوق، وبعد كده لما ألاقي محدش معبرني فاضطر أكسر بقى وأعمل أي حاجة أو أنط من على السور. صايع بلطجي. بما أنك مشاغب أكيد أنهم استدعوا أهلك في كتاب طويل عريق. ما بوصلش البيت لأن أنا كنت بتلقفه أنا قبل ما أوصل. طيب كيف كنت تتصرف لما الكتاب يوصل البيت؟ كنت بكسر الشباك بتاع صندوق البريد وأعرف أنا أخد الجوابات، وحاطط ماكيت كده للإزاز فبشيله أخد الجوابات، ومرة خدت لهم حد مزيف، واحد قريبي على إن هو أبويا. المهم الثانوي العام يوم خلصت كانت درجات جيدة ولا؟ حاجة 70%. ده كنت راضي عنه جدا لأن أنا ذاكرت في حوالي 40 يوم. كنت غبي جدا لأنه قعدت فاكر أنا وأصحابي اللي هو شلة يعني القرانات بقى والبرامات اللي في المدرسة في الوقت ده، كنا بنقول كده، اكتشفت ان كله بيذاكر من ورا بعضه وانا الوحيد اللي في المشاغبين دول اللي مش بذاكر، فدي كانت حاجة بالنسبة ل 40 يوم بتجيب حاجة 70%، كان حاجة كويسة قوي. نرجع للحاضر ونقول بان بنتابعك في مسلسل اعمل ايه، ولكن السؤال وات از نيكست؟ في فيلم كوميدي مع بيومي فؤاد وشيرين رضا اسمه مغامرات كوكو، وده انا وهم وشوية حيوانات. من زهرة الخليج نتمنى لك كل التوفيق يا خالد. اهلا وسهلا.